أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة بداية الفضائية عبر البرنامج الطبي ذرية كلينك. أعزائنا المشاهدين، نأخذ هذا التعريف ثم نعود. ضيف هذه الحلقة هو الدكتور عبد الرحمن الجمل، استشاري طب وجراحة الجلد والعلاج بالليزر، حاصل على البورد السعودي والعربي في طب وجراحة الجلد والعلاج بالليزر. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى، وباسمي واسمكم نرحب بضيفنا لهذا اليوم الدكتور عبد الرحمن الجمل، استشاري جراحة الطب والعلاج بالليزر. حياك الله يا دكتور. حياك الله أخي فارس، أشكرك وأشكرك هذه الاستضافة وأشكر قناة بداية، وإن شاء الله نقدم حلقة جميلة مفيدة لأعزائنا المشاهدين. الله يطول عمرك وتشرفنا بتواجدك. شرف لي طال عمرك. أعزائنا المشاهدين، قبل ما نبدأ في حلقتنا اليوم، هناك واجب وطني يجب على الجميع أن لا ينساه، واللي هو الوقوف بالدعاء لإخواننا وأبنائنا المجاهدين في عاصفة الحزم اللي هو جيشنا العربي السعودي. ودكتور، هذا الموضوع جدا لابد من التكافل ومن أطباء ومن غيره. نعم أكيد، حق واجب، هذا أبسط ما نقدمه لهم. أولا، هذه الحرب ليست موجهة لليمن، بل هي لمن كل من يحاول المساس في أمن وطننا. إحنا مو بس أخواننا المجاهدين أو المحاربين اللي يحاربون اليمن، بل إحنا كأطباء، كمهندسين، كرجال أعمال، كشعب سعودي، كأباء وأمهات، يجب علينا الوقوف لدعم أبنائنا وقادتنا في هذه الحرب. ونسأل الله أن يتغمد شهدائنا برحمته، اللهم، وأن ترجع اليمن عزيزة بلد خير وسلام كما كانت من قبل. الدكتور، أنت تطرقت إلى موضوع أنه اللي هو هذه اليمن، هذه الحرب ليست موجهة لإخواننا فقط في اليمن، وإنما موجهة لميليشيات الحوثي. هذه الحرب يا دكتور، رغم العدة والعتاد اللي نملكها والحمد لله، يجب أن لا نتوقف عن الدعاء لنصرة أخواننا ومجاهديننا من أبنائنا من جيشنا الكريم. صحيح. عاصفة الحزم لنصرة المظلومين للقضاء على الظالم، وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير مقرن وولي ولي عهده الأمير محمد بن نايف، وكذلك وزيرنا الشاب وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. هذه النخوة أعادت للإسلام وللمسلمين ولنا كشعب سعودي وخليجي وعربي أشياء جميلة جدا الواحد يفتخر فيها. فدكتور، أيضا الجانب الطبي لابد أن يفعل في هذه، خصوصا من أطباء أو من رجال أعمال لتوصيل الأدوية والأطباء لعلاج الحالات المرضية اللي تحصل واللي سوف واللي حصلت كذلك. نعم صحيح. نوجه أخواننا الأطباء بالمساعدة الجنود، سواء جنود من سعوديين أو من أشقائنا اليمن الشقيق، هم أخوان لنا، اللي لهم لنا واللي علينا عليهم. نعم. فادعوهم في المساعدة وبذل الجهد والغالي والنفيس لهم. أهم شيء الأدوية تتوفر بشكل كبير إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، الله يعطيك العافية. الله يعطيك. أعزائي المشاهدين، نعود لحلقتنا واللي اختار لها الدكتور عنوان المشاكل الجلدية الشائعة، التعريف بها والحلول. للمشاركة في هذه الحلقة ستظهر أرقام التواصل وكذلك هاشتاج البرنامج. دكتور، بما أننا طلعنا من عاصفة الحزم، بس نوصل كلمة بسيطة حول هالموضوع اللي هو التشديد على الدعاء، أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى وليس بما نملك. صحيح. نعم، احنا مو الواحد يقول أنا ما لي دخل في الحرب هذه، احنا جميعنا مشاركين في هذه الحرب. أبسط شيء الواحد يسويه على الأقل الدعاء لإخوانه. نعم. دكتور أجل، خلنا ندخل، من هو طبيب الجلدية؟ هذا سؤال مهم، لأنه كثير في العيادة يسألون المراجعين أو المرضى عن هل أنت طبيب جلدية؟ هل أنت تعالج هذا الشيء أو هذا الشيء؟ فتعريف طبيب الجلدية بشكل عام راح يسهل أمور كثيرة لإخواني المشاهدين لمعرفة من هو طبيب الجلدية وماذا يعالج. أولا، الطبيب الجلدية
هو الطبيب المسؤول عن علاج جميع الأعراض والأمراض التي تظهر على البشرة والجلد، وكذلك تشخيص الحالات الداخلية، الأمراض الداخلية التي لها أعراض في الجلد. مثلا كأمراض الغدة الدرقية ممكن تظهر أعراض في الجلد، فإحنا ممكن نشخص الأمراض الغدة الدرقية عن طريق الجلد. الشيء الآخر تشخيص حالات الشعر وعلاجها، حالات الأظافر وعلاجها، الأمراض المصاحبة للفم واللثة والشفتين وكذلك علاجها، تشخيص حالات الأمراض التناسلية سواء كانت منتقلة جنسيا أو غيرها وعلاجها. هو الطبيب المسؤول عن علاج في الليزر واستخدام الليزر بجميع أنواعه، وهو المصرح بهذا الاستخدام، وكذلك هو المسؤول في الأمور التجميلية كحقن البوتوكس والفيلر والبلازما ونظارة البشرة، بالإضافة إلى عمليات جراحية بسيطة كإزالة الوحمات، الشامات، وزراعة الشعر والأظافر. طيب دكتور، أنت جبت سيرة الشعر. نعم. عدل هذا الموضوع والمحور كثير عليه. صحيح، أكثر المشاكل نواجهها في العيادة هي مشاكل الشعر. نعم. طيب دكتور، ماذا عن تساقط الشعر؟ والأكثر شيوعا عند الرجال ولا عند النساء؟ طيب. كذلك عشان ما يروح عن بالي أسباب التساقط. تمام. لما نتكلم تساقط الشعر بشكل عام نفصلها لنوعين: تساقط شعر ندبي بحيث يترك ندبة، وتساقط شعر غير ندبي. تساقط شعر ندبي هو عادة يكون مرضي السبب، ونادر الحدوث، مو دائما نشوفه. أكثر شيء نشوفه إحنا تساقط شعر غير ندبي، وهذا ينقسم لقسمين رئيسيين: تساقط الوراثي والغير وراثي أو التساقط المزمن. التساقط الوراثي هو أكثر شيء شيوعا، وينقسم أيضا إلى قسمين بعد. نعم. تساقط الذكوري وتساقط الأنثوي. نعم. لما نتكلم عن تساقط شعر وراثي يفرق من عند الرجال للمرأة. من ناحية الرجل هو الأكثر شيوعا من النساء، يكون مقدمة الرأس، يكون فيه انحسار في الشعر، يبتدي من مقدمة الرأس ينحسر الشعر إلى أن يصل المنطقة كاملة، وليس ضروري أن يصل يغطي المنطقة كاملة تساقط في الشعر، بالإضافة إلى انخفاض أو نقص الشعر في أعلى الرأس. بالنسبة لتساقط شعر نسائي تكون مقدمة شعر سليمة، ولكن يبدأ التساقط من المنطقة العليا، وهناك درجات تفرق من الذكور والنسائي. قد يصاب بعض النساء بصلع ذكوري، لكن العكس غير صحيح. نعم. طيب فيه نسبة معينة دكتور؟ تقريبا 50% من النساء، مو من النساء، 50% من التساقط الأنثوي يكون بالإناث، والذكور على عمر تقريبا، النساء على تقريبا على عمر 40 سنة، والذكور على عمر 60 تقريبا 70-80%. طيب دكتور، أنت تطرقت إلى موضوع أنه وراثي، كيف أعرف أن هذا التساقط وراثي ما هو بسبب مرض جاي؟ نعم، هذا من أكثر الأشياء اللي نواجه فيها صعوبة مع المرضى وما يرضون علينا فيها. تشخيص الحالة عادة يحتاج تشخيص كلينيكي فقط. نعم. معناته أنه مجرد في الفحص والنظر واستخدام بعض الأجهزة أشخص الحالة بدون عمل تحاليل. والمشكلة أن أغلب المرضى لما تقول ما يحتاج تحاليل يزعل. نعم. ولا يقتنع بالتشخيص، كيف تشخصني بدون ما تسوي تحليل؟ صح. لكن احنا كأطباء جلدية احنا نعرف نشخص التساقط الوراثي والغير وراثي بدون تحليل، مجرد من الفحص. طيب دكتور، الصلع هل اكثر شيوعا عند الرجال ام النساء؟ لا، عند الرجال اكثر من النساء، بالإضافة الى ان النساء دائما يخافون ان نقول حنصلع زي الرجال حنصير صلع كاملة. لا، هذا مو صحيح، نادر حدوث، نادر جدا عند النساء. طيب هل هناك علاج طبي للتساقط الوراثي؟ طبعا في 3 علاجات مصرح بها الاستخدام. الأول هو المونوكسيديل، بخاخ المونوكسيديل. بخاخ المونوكسيديل يستخدم تحت إشراف طبي، لكن مشكلته أنه يحتاج فترة طويلة للعلاج. في حبوب الفينسترايد أو البروبيشيا كذلك نفس بخاخ المونوكسيديل تحتاج فترة طويلة للعلاج، وعلاجها لازم يكون فترة طويلة تقريبا. طيب. مدى الحياة، بحيث أنه لو تركنا العلاج أغلب الشعر اللي توقف بسبب الفينسترايد أو المونوكسيديل راح يرجع يتساقط من جديد. العلاج الثالث والدائم هو زراعة الشعر. نعم. بالنسبة لما يروج له من أمبولات، كبسولات، فيتامين تعزيز الشعر، هذه غالبا زيوت، خلطات، أعشاب، هذه غالبا غير مفيدة، بل هدفها الكسب المادي فقط. طيب دكتور، كم الفترة مثلا لو أخذ البروبيشيا والمينوكسيديل؟
الفترة اللي بتظهر بعدها النتائج. تمام. احنا دائما اقول للمرضاي لما تستخدم البخاخ الميلوكسيديل الفترة الاولى من العلاج تقريبا شهر او 6 أسابيع الاولى راح تلاحظ زيادة في تساقط الشعر. نعم. فلا تخاف ولا تزعل من طبيبك، هذا شيء طبيعي يحدث. من 3 شهور إلى 4 شهور راح تلاحظ تحسن كبير، قد تحتاج إلى 6 شهور من الانتظام على العلاج. جميل. طيب دكتور أجل نأخذ منحنى آخر عكسي للتساقط اللي هو زيادة الشعر. وماذا عن الليزر وإزالة الشعر دكتور؟ لما نقول زيادة في الشعر نقصد زيادة الشعر السميك وليس زيادة الشعر الوبري. نعم. وجود الشعر الوبري هذا شيء طبيعي، لكن وجود الشعر السميك في مكان غير مكانه كالنساء وجوده في الوجه هذا يدعو إلى التساؤل ويضايق كثير المرضى. أول شيء نسويه في هذه الحالة لازم نفحص المريضة بأخذ التاريخ المرضي، نبدأ في التاريخ المرضي نسألها عن المشاكل الصحية، الأدوية اللي تأخذها. الشيء الثاني الفحص أماكن توزع الشعر الزائد، ثم نعمل بعض التحاليل عشان نتأكد من الهرمونات عشان ما تكون سببها هرموني. العلاج عادة إذا كان هرموني نحولها لطبيبة النساء والولادة ونأخذ رأيهم، بالإضافة ممكن نحن كطبة جلدية نساعد في العلاج. إذا كان مو هرموني حتى لو كان هرموني ممكن نستخدم إزالة شعر في الليزر، وهذا شيء منتشر ودارج عند الناس جميعا. صحيح. وأحد الأشياء اللي تعج فيها العيادات الحين وكل مكان في إزالة شعر في الليزر. طيب. فهو موضوع طويل جدا وفيه تشعبات كثيرة. طيب بناخذ الأشياء اللي تفيد المشاهد، مثلا أنواع الليزر دكتور. إذا بنتكلم عن الليزر بشكل عام هو أنواع متعددة واستخدامات متعددة. نعم. كل جهاز يختلف عن الثاني. نعم. مثلا وجود جهاز ليزر لإزالة الشعر يختلف تماما عن وجود جهاز آخر للتقشير، وجود جهاز آخر للوحمات الدموية، وجود آخر جهاز آخر للتصبغات وإزالة التاتو. هذا الجهاز ما يصح الاستخدام لهذا الجهاز. نعم. فنأخذ جهاز إزالة الشعر بليزر اللي راح نتكلم عنه، في أنواع، في تقريبا 3 إلى 4 أنواع. احنا نتكلم عن الليزر فقط وليس الضوء. في منه مثلا جهاز الجنتل ليز اللي هو يكون عامل لاصحاب البشره الفاتحه واقل الم، والجنتل ياج يكون اكثر الم وعامل اصحاب البشره الداكنه لكنه اقل فعاليه من الجنتل ليز. الفكره من الليزر بشكل عام لازاله الشعر ما هو ازاله الشعر بشكل تام او كامل، هو الفكره منه تقليل كثافه الشعر وتقليل سمكها وإطالة مدة نموها مرة أخرى. اسم إزالة الشعر بالليزر الدائم هذا مو صحيح، هو تقليل الشعر في المنطقة. طيب دكتور احنا أول هاجمناك هجوم على طول، بدنا نريحك شوي في مكالمة. شرف. الأخ علي من 5 مشيات، تفضل أخوي علي. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بس قصر على صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا بك خوي علي. تفضل. يا مرحبا بك. في بارك الله فيك، عندي حساسية في جسمي في سيجار وفي فولي، أحيانا تجبرني أن أحكها حتى أتعلمها. ما أدري إيش هذه المشكلة يا دكتور. طيب. بيرد على سؤالك الدكتور إن شاء الله. دكتور الأخ علي حساسية في الساق والفود لدرجة أنه يطلع الدم. طيب هذه مشكلة نواجهها دائما، أنه هو مجرد كطبيب جلدية، إحنا الأطباء الجلدية نختلف عن الأطباء الآخرين، إحنا ما نعترف بالتاريخ المرضي كثير، إحنا أهم شيء عندنا التشخيص والرؤية، رؤية المرض. مثلا حساسية زي دخل الأخ علي، الحساسية بين الأفخاذ، في عديد من الأمراض الحين أنا أفكر فيها، عديد من الأمراض تأتي بين الأفخاذ وتسبب حساسية وتسبب حكة، فبدون الفحص بدون ما أشوف المشكلة في عندي المجردة صعب أشخصها. صح. جدا صعب. صحيح. فأنصح أخوي علي يروح لطبيب جلدية يفحص عليه وإن شاء الله بيلقى عنده العلاج بإذن الله. بإذن الله دكتور. طيب نرجع أجل الموضوع الليزر، وش الشعرة اللي تستجيب للليزر؟ سؤال جميل. الشعرة تستجيب للليزر هي الشعرة الداكنة السوداء السميكة. الشعر الوبري لا يستجيب، الشعر الأبيض لا يستجيب. المشكلة أنه كثير يعالجون الشعر الوبري بالليزر. نعم. وهذا خطأ، هذا يؤدي إلى تغير الشعر الوبري إلى شعر سميك. فبدما يكون المريض يعالج الليزر للشعر الخفيف يتحول عنده لشعر سميك. نعم. وهذا أحد المضاعفات المعروفة للليزر.
طيب دكتور، بما أنه الشعر الأبيض، هل يفيد الليزر في إزالة الشعر الأبيض؟ الليزر لا يفيد في إزالة الشعر الأبيض، لكن في هنالك أجهزة تساعد في إزالة الشعر الأبيض، اللي هي الإلكترولايسيس. إلكترولايسيس هذه تأخذ شعرة من الشعر البيضاء وتحرق جذورها بحيث أنها تمنع ظهورها مرة أخرى. هذه مشكلة كبيرة عند النساء دائم دكتور. بما أنه عيادات ما عيادات، فعندي شعر أبيض في شعري، الشيب وش أسوي له؟ فدائما توقع أن الليزر، أنه نفس هذا مفهوم خاطئ، أنه الليزر يشيل الشعر. طبعا بالنسبة للشيب في مفاهيم خاطئة، منها إزالة شعر بالليزر ما يوخر الشيب. نعم، ما يوخر الشيب أبدا. طيب يعني أنسى، أنا ما أسوي. يبيلك صبغة بس. طيب دكتور، نأخذ أم مشاري من أبها. تفضل يا أخت أم مشاري. ألو. مرحبا، حياك الله. إذا سمحت بي أسأل عن الحالات السوداء، تفضل. علاج بالليزر ولا إيش علاجها؟ طيب الدكتور معك. دكتور حياك الله أختي. بالنسبة للهالات السوداء، الهالات السوداء في لها أسباب مختلفة، منها أسباب وراثية تكون موجودة في العائلة، ومنها أسباب السهر وقلة النوم وكثر شرب القهوة، ومنها أسباب توسع الأوعية الدموية في المنطقة، وكذلك الضمور المنطقة. العلاجات تختلف، منها الكريمات. الكريمات ما تجيب نتيجة كثيرة، تقريبا 10-20% فقط تحسن، هذا إذا ما سوى التحسس وزيادة في التصبغ. العلاجات الأخرى يعتمد على الحالة الموجودة، فلما نقول في ضمور في المنطقة أو حين نسميها تيرتروف، حقن التعبئة، حقن الفلر والدهون الذاتية تجيب نتيجة ممتازة، كذلك حقن البلازما. الليزر يفيد في حالة واحدة، إذا كان في توسع في الأوعية الدموية في المنطقة، لكن نادر ما نسويها فعلا. بس البلازما الأقرب دكتور ولا؟ نعم، البلازما وحقن الفلر والدهون الذاتية تجيب نتائج ممتازة، خاصة إذا عملت عن طبيب كويس. إذا كان في بعد منخفض الدكتور مثلا الهالات أساس التعبئة. طيب دكتور، ما هي نتائج استخدام الليزر للشعر الزائد؟ نقصد ايش في النتائج؟ اقصد انه النتائج بعد ما يستخدم الليزر، وش النتائج اللي بتجي بعد؟ زي ما ذكرنا انه لما نستخدم الليزر لإزالة الشعر في منطقة معينة، احنا ما نبحث عن إزالة الشعر الدائم في كل الشعر بشكل دائم، احنا نبحث عن تقليل الشعر، تقليل كثافته، تقليل سمكه، وإطالة المدة نمو الشعر. لما نتكلم عن النتائج الأخرى أو المشاكل الأخرى، زي ما له فوائد في له مشاكل. هو يشيل الشعر صحيح، لكن من أعراضه الجانبية أنه يطلع شعر جديد في أماكن مجاورة للمنطقة المعالجة. كذلك حدوث تصبغات، قد تحدث تصبغات وعلاج أحيانا يكون صعب وتأخذ وقت طويل في العلاج. طيب دكتور، دائما فيه إثارة حول موضوع الحامل واستخدام الليزر، هل في تعارض في هذا الموضوع؟ هذا سؤال خطير، لأنه علميا الليزر ما يتعدى طبقات الجلد. تمام، جميل. فلما يتعدى طبقات الجلد علميا معناته أنه آمن للحامل. نعم، لكن هذا ما يعني أن المرأة الحامل تعمل ليزر، لأنه لو سمح الله عملت الليزر وهي حامل وحدث مشكلة للجنين، سواء مشكلة في الإسقاط أو التشوه، راح تلوم نفسها وراح تحط المشكلة كلها في الليزر. فإحنا ما ننصح نعمل الحامل تعمل ليزر لهذا السبب. طيب دكتور، هل يعني الأثار الجانبية بشكل كبير لو حدثت، ما هي الأثار الجانبية في حال حدوث هذه الأمور؟ طيب الأثار زي ما ذكرناها، واحد زيادة الشعر في المنطقة المجاورة للمنطقة المعالجة، اثنين تصبغات، ثلاثة ظهور حبوب في المنطقة، واحمرار. عادة مشاكلها مؤقتة ويعالجها طبيب الجلد. نعم. طيب دكتور، أيضا أسئلة كثيرة تجينا دائما عن الليزر المنزلي. الليزر المنزلي أنواعه، فوائده، هل يقارن بالليزر اللي موجود مثل الليزر والتاج وجن؟ بالنسبة للليزر المنزلي، فعلا هذه أحد الثورات في علم الجلدية وفي علم الليزر بشكل عام. هو زي ما نشبهه بالتلفزيون، لما نقول تلفزيونات
كبيرة بدأت تصغر، السيارات كبيرة بدأت تصغر، التلفونات كانت كبيرة كل ما تصغر مع تطور العلم، كذلك أجهزة الليزر، أجهزة الليزر أجهزة كبيرة، سبب المادة المشغلة لها تحتاج إلى طاقة عالية للتشغيل، مع تطور العلم بدأت تظهر الأجهزة الصغيرة وكذلك أجهزة تشبه المشط للشعر. لما نتكلم عن فوائدها نتائجها في دراسات كثيرة عليها، كثيرة جدا عليها، إلى الآن نتائجها أقل بكثير، أقل بكثير من الأجهزة العادية زي الجنت الليز والجنت الياك، تقريبا ما تقارن نتائج في بعض، وكذلك في منها أضرار جانبية، في بعضها مصرح فيها من هيئة الدواء والغذاء. لما أقول مصرح فيه من هيئة الدواء والغذاء اللي جهاز مو دواء، اللي جهاز معناته أن الجهاز آمن لكن مو شرط يكون فعال، معناته أنه آمن، في بعضها مصرح بها وما غير مصرح بها. المشكلة فيها أنه في ترويج عالي لها من الشركات، شغل تجاري طبعا، شغل تجاري، لأنه أغلبها اللي يسوون لها تجارة ما هي ليزر، هي ضوء، والضوء أقل بكثير بفعالية من الليزر. فشخصيا أنا ما أنصح فيها في الفترة الحالية، أو أنصح فيها كمتابعة للعلاج، بس بشرط أنا أن اللي بيشتري الجهاز يشتري الجهاز المصرح به والفعال، ذلك عن طريق طبيب جلدية، لازم تروح طبيب جلدية يفحص عليك ويقول لك الجهاز الفعال والكويس المصرح فيه. طيب دكتور، ناخذ أم عبد الملك. أهلا وسهلا أم عبد الملك من الرياض، تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أكلم الدكتور. تفضل الدكتور معك. أنا بس حابة أسأل إنه إذا استخدمنا الليزر أكثر من مرة، يعني استمرارية الليزر 3 سنوات 4 سنوات يأثر على الغدد السرطانية يصيرها؟ لأن في واحدة دكتور قالت لي إنها تصير الغدد الصماء، زائد إنه في الأماكن زي ما منطقة الأرض، طبعا ما أنصح منطقة الأرض، منطقة الصدر إنه يستخدم فيها، فما أدري إيش رأي الدكتور في إثارة الغدد، إن الليزر يثير الغدد أو لا. طيب دكتور بتزعل من ذا السؤال؟ فيها شوي واحد يزعل، بس إنه هذه حقيقة، وكثير تنسأل في العيادة بالأمور هذه، هل الليزر يسوي سرطان؟ هذا غير صحيح، ما سجلت أي حالة الليزر يسوي سرطان. واللي حزن أكثر أنه الطبيب يعطي مريض هذه النصيحة، لا تعمل ليزر علشان السرطان، هذا جدا غير صحيح، الليزر آمن، الليزر آمن ما يسوي سرطان. نعم. طيب دكتور، خلنا ننتقل لفقرة فيتامين. فيتامين بي 6، يعتبر هذا الفيتامين ضروريا لإنتاج مادة السيروتونين والدوبامين، وهما من النواقل العصبية في المخ، ونقص هذه الناقلات تثبت أن له علاقة بالاكتئاب والأعراض النفسية والجسمانية لاضطراب ما قبل الدورة. زيادة فيتامين بي 6 تؤدي إلى خلل عصبي حسي كالآلام المحرقة وعدم القدرة على تنسيق الحركات العضلية الإرادية والشلل والخدار. هذا الفيتامين يتوفر في الكبد، البيض، الموز، الخضروات، اللحوم الحمراء، ثمار الأفوكادو. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى. الدكتور قبل شوي تكلم عن تساقط الشعر، بتظهر لنا صور للرجال وكذلك لشعر النساء بشكل مختلف عن الرجل، يختلف عن النساء. فدكتور برضو نبي نتكلم شوي عن التساقط لين تطلع الصور كما. طيب احنا هنتكلم عن التساقط، هذا هو اللي شرحناه احنا، تساقط شعر الانثوي او النسائي. فلما نلاحظ في المنطقة هذه، المنطقة الامامية محفوظة، منطقة امامية محفوظة، لكن التساقط يبدأ بدرجة خفيفة في المنطقة العلوة من الرأس، فتزداد وتزداد، مع ذلك المنطقة الامامية هي نفس طالعة كأنها صلع، ما ذي اللي خافهم منها دكتور، هذه نادر يعني. جدا نادر جدا ما نشوفها، حدوثها نادر جدا ما نشوفها. نعم. في صور اخرى يا استاذ فيصل. هذه صور تمثل الصلع الذكوري، زي ما نشوف هو درجات مختلفه، انحسار الشعر من الامام. نعم. قدمه الراس، نعم، نسميها احنا الام او الدبليو شيب، والمنطقه العليا.
تمام، فمن درجة خفيفة جدا لدرجة عالية أو كامل صلع كامل. كذا نفرق إحنا بين صلع الذكوري وصلع طيب دكتور، أسباب حدوث الصلع، في مفاهيم خاطئة دائما حول الماء، حول استخدام الشامبوهات، يعني هل هذه فعلا لها تأثير؟ لا مو صحيح. الصلع الوراثي من اسمه عادة وراثي، طيب بالإضافة إلى عوامل هرمونية تأثر فيه، ويختلف من الذكور إلى الإناث. اللي يصير لخبطة كثير عند الناس لما يكون المريض عنده صلع وراثي أو بداية صلع وراثي جينيا، حدوث مشاكل في الشعر مثل مرض شديد، حمى شديدة، دايت شديد غير منظم بدون أخذ فيتامينات، تنويم في المستشفى وتخدير عام، الولادة، العمليات الجراحية، هذه تساعد بظهور صلع وراثي بشكل أبكر وعمر أبكر. أستاذ فيصل، في صورة بعدها؟ نعم. هذا اللي نفرق فيه بين الشعر الوبري والشعر اللي يستجيب الليزر، شعر الداكن السميك. نعم. فنلاحظ هذا الشعر الداكن السميك زي ما هو معروف، شعره سوداء أو غامقة اللون وسميكة. الشعر الوبري شعر خفيف لونه فاتح جدا، بني فاتح جدا، هذا ما يستجيب للليزر. هذا الليزر فيه نعم. هذا أفضل شعر لعلاج الليزر اللي هو هذا الوبري. الوبري ما يستجيب، بس الداكن السميك هو اللي يستجيب، هو أفضل شعر الليزر. طيب دكتور، فيه ثورة جديدة في عالم التعرق اللي هو جهاز الميردراي اللي هو موجود معنا وفي فيديو. التعرق مشكلة عند كثير من الناس ويعاني منها كثير وتسبب إحراجات كثيرة. الميردراي هو جهاز جديد يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية أو الميكروويف بيز تكنولوجي. هو جهاز جدا فعال وعليه دراسات، وجهاز آمن وبروفد عن طريق الهيئة الدواء والغذاء الأمريكية. هذه الطريقة اللي يشتغل فيها الجهاز، هو يسوي ساكشن أو سحب للجلد في المنطقة المعالجة بعد التخدير. الجهاز يبعث موجات كهرومغناطيسية، هذه الموجات تؤدي إلى حرارة أو سخونة في المنطقة، منطقة وجود الغدد العرقية والشعر. هذه الحرارة تدمر الغدد هذه، تمام؟ بعدين الجهاز يرسل طبقة باردة لحماية سطح الجلد من أثار الحرارة. الحرارة راح تدمر الغدد العرقية، الغدد العرقية ما عندها القدرة أنها ترجع تنشط من جديد أو ترجع تنمو من جديد. طيب. فالجهاز حسب الدراسات اللي جرت عليه جهاز آمن وفعال جدا، لكن مشكلته السعر شوية غالي. لكن لما نقارن غلاء السعر بالنتيجة بالعلاجات الأخرى نجد أنه أفضل بكثير حتى في السعر أفضل. ليش؟ لأنك أنت تعالج المنطقة وتزيل التعرق نهائيا بشكل دائم. دراسات أثبتت إلى سنتين متابعة بدون عودة للغدد الدرقية. عادة نجلس المريض كم جلسة يحتاج؟ عادة المريض يحتاج جلسة واحدة راح تريح المريض تقريبا 80% تحسن من التعرق. احنا خلصنا الفيديو دكتور، نروح عند الجهاز. هذا هو الجهاز عشان المشاهدين يشوفونه. هذا الجهاز دكتور، كم العملية هذه كم تستغرق؟ مثلا كمريض انا جاي وعندي فرط تعرق، كم بجلس على ذا الجهاز؟ هو الان مصرح فقط لاستخدام التعرق في الابطين فقط، ما يصح استخدام المناطق الثانية. هي اهم منطقة. اي نعم، وهي واليدين اكثر شيء. لكن احنا نستخدمه بس الابطين، ومو جميع الحالات، في حالات معينه نختارها نسوي فيها لان هي تستجيب وما منها مشاكل ثانيه. التخدير الاولي يحتاج تقريبا من ربع ساعه الى نص ساعه. العلاج كل منطقه نحتاج نص ساعه فيها تقريبا، تقريبا كلها مدتها ساعه ونص بالكثير الى ساعتين. الجهاز يستخدم للشخص الواحد فقط. نعم. يعني لو نتكلم عن الهيد بيس او الراس، يستخدم شخص واحد فقط، والجهاز مبرمج. مجرد أن نشبك الهيد بيس في الجهاز يجلس ساعتين، لك ساعتين فقط تسوي العلاج. بعد ساعتين من العلاج خلاص الهيد بيس ما تستخدم، خلاص تنتهي. ما طيب. تستخدم حد ثاني. طيب دكتور، فيه كذلك حول هذا الموضوع، مثلا يقول إذا سويت هذه وموت الخلايا العرقية في جسم الإنسان بالضبط في الأبط، يقول لك الجسم ما راح يبرد. صحيح.
وكثير يشتكوا من هالشيء، يقول لك انه يخافون انه ممكن تصير رده فعل، يصير عندي حراره داخليه. لا، الغدد العرقيه في منطقه الابطين تشكل 2% فقط من الغدد العرقيه بشكل كامل. فقدان 2% كم عدد الغدد العرقيه في جسم الانسان؟ كثير، في الملايين، ما اعرف بالضبط كم عددها، لكن تقريبا في الملايين. في الملايين 4 مليون انا عندي اتذكر انها احد تقريبا، بس ما اعرف بالضبط 4 الى 5 مليون. إيه. لكن 2% من ال 5 مليون او 4 مليون. اي نعم، 2% من اي شيء ما راح يشكل شيء. لما نقول 2% ولا شيء، فالمريض ما راح يجي اي مشاكل من ناحيه التعرق. لما نتكلم عن المشاكل الثانيه كالمرضى يسالون طب ايش المشاكل الثانيه؟ ليش تفضل الجهاز على البوتوكس او على الجراحه؟ اولا الجهاز امن. جهاز آمن بشكل كبير. البوتوكس فعال جدا. البوتوكس فعال، لكن مشكلة البوتوكس مدة مؤقتة. نعم. تقريبا 4 شهور إلى 6 شهور. في عندي مرضى كل شهرين، مجرد شهرين يرجع للتعرق. هذا الجهاز آمن ودائم النتائج. طيب دكتور، فيها أثار جانبية تطلع بعد ال... إيه نعم، الأثار الجانبية وجود كدمات بسبب العلاج، شيء طبيعي راح تروح مع الوقت. وجود انتفاخ في المنطقة، تاخذ الأسبوع إلى أسبوعين كدمات. انتفاخ في المنطقة بسبب الحرارة الموجودة، وخدمات وانتفاخ، إحساس غريب في المنطقة، إحساس بالتنميل لكنها مؤقتة خلال الأشهر تختفي. في بعض الحالات خاصة عند الرجال العضلة الأمامية تكون مشدودة، وهذه مؤقتة ومنها أي مشاكل. في عرض جانبي وهو ميزة، نقص عدد الشعيرات، الشعر عفوا، الشعر في المنطقة. الشعر يتأثر أيضا بالحرارة ويقل عدده، كان أخذ جزء من الليزر للمنطقة. الله يعطيك العافية. تركت نوصل يعني خلاص عن الجهاز تكلم. هذا الجهاز حصري دكتور؟ نعم، موجود حصري في عيادة لينوفا في الرياض. أنا اتصلت مع الشركة عشان بسأل عن التطور في الجهاز، هل في تطور، وأنه ليش موجود فقط في الأبطين، ليش ما صنعوا شيء للدم القدمين. اللي عرفت انه في دراسات الحين بشكل كبير تجرى، يصنعون هيد بيس لليدين وللقدمين، وفعلا لو تكون موجوده راح تكون ثوره وفائده كبيره للناس، تحل مشكله التعرق. إيه، لأن في التعرق محرج جدا في كثير من المرضى. سويت لهم ولله الحمد الى اليوم هذا يتصلون علي ويدعوا لي ويشكرون، لانه ارتاحوا كثير. لانه تعرف لما يكون عندك تعرق كامل، ما تقدر تلبس، ما تقدر تروح اجتماعات، تعرق إذا ما تقدر تتكلم عن الناس، في إحراج كبير جدا. حتى وأنت تكتب لو في اختبار، صحيح. تكتب في شيء ما تقدر تمسك القلم. صحيح. الله يعطيك العافية. شكرا لك دكتور. أعزائي المشاهدين، نروح فقرة نصائح طبية. احرص على متابعة نوع الشامه على الجلد، حيث تشير الأبحاث إلى أن القدرة على ملاحظة التغيرات التي تطلع على الشامات المختلفة على الجلد تجنب الأشخاص الإصابة بمرض سرطان الجلد بنسبة 13%. ينصح الخبراء بتناول قطعتين من الشوكولاتة يوميا، حيث ثبت أن الشوكولاتة تبعد عنك فقر الدم وتحسن المزاج. ينصح بتناول التفاح لمكافحة الأرق والنوم بشكل عميق، فالنوم يساعد على مكافحة الشيخوخة المبكرة والاحتفاظ ببشرة شبابية. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى، وللتذكير دكتورنا عبد الرحمن الجمل استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر. دكتور كريم، في أسئلة كثيرة في الهاشتاج بكل صراحة، اللي ما راح نجاوبه الحين أو أنه من خلال الحلقة مرينا عليه، فناخذ منك وعد أنه تدخل وترد على أسئلة. إن شاء الله، أصلا هذا أحد واجباتي كطبيب أو كطبيب جلدي للمجتمع. أي سؤال أنا حاضر له، سواء هنا في الهاشتاج في مكان أنا حاضر. الله يعطيك العافية، أنا راح أحط حسابك بحسابي في الهاشتاج، وراح يرد الدكتور على أسئلتكم. نحاول ناخذ كم سؤال الدكتور. فيه كيف يمكن علاج الشعر الذي ينمو تحت الجلد؟ الشعر ينمو تحت الجلد عادة هذه نشوفها مشكلة عند الرجال في الدقن. علاجها الفعال، أولا نشرح للمريض طريقة الحلاقة الصحيحة،
بحيث انه ما يحلق عكس اتجاه شعر باستخدام مسحات، استخدام مسحات ما يخلي الشعر طويل، يقصره. فمجموعة من النصائح الطويلة نشرحها للمريض بشكل كامل مع علاج موضعي أو حبوب عن طريق الفم. هو العلاج النهائي والأمثل هو الليزر، إزالة الشعر بالليزر. نعم دكتور، أنا قاعد أدور لك كم سؤال كذا على أساس اللي بنتطرق له ما ودي أني أعيد لك. يقول هل ممكن علاج الكلف والتصبغات الجلدية في الوجه من مدة التي أتت من نشاط الغدة الدرقية؟ الكلف له علاجات عديدة ويعتمد على نوع الكلف. الكلف أنواع، في نوع سطحي، في نوع عميق، في نوع مختلط. علاجه يختلف من شخص إلى شخص وحسب الحالة. العلاج متوفر إن شاء الله عند أعظم أو أغلب أطباء الجلدية. نعم. دكتور، هل هناك علاج آمن للمسامات الواسعة على الأنف؟ وهل للتعرق علاقة بالمسامات وجفاف البشرة وعدم نظرتي؟ المسامات الواسعة هذا حديث العصر. وهذه أحد الأشياء اللي ما لقينا لها علاج إلى الآن. جميع الدراسات لسه ما لها علاج نهائي. في أشياء تحسن منها، في أشياء تحسن منها وتقلل من المسامات، لكن ما في علاج نهائي لها. بالنسبة للتعرق والجفاف ما في علاقة. طيب دكتور، بنرجع لكم سؤال حنا سوينا لك، وهو سؤال دائما وكثير يتكرر، ما عن علاج الروكتان، ممكن تعرف لنا بشكل سريع واستخداماته ومضره؟ الروكتان هذا علاج العصر بالنسبة لحب الشباب، وهو أحد الثورات في علم الجلدية. علم الجلدية علم متطور لأنه علم جديد وابحاثه كثيرة، فهو علم متطور. علاج الروكتان هو أحد هذه الثورات. الروكتان هو اسمه التجاري، اسمه العلمي لايزوتريتينوين، هو مشتق من فيتامين ألف يفرز في الكبد. لما ناخذ علاج الروكتان يستخدم الحالات حب الشباب، وخاصة حب الشباب اللي يترك أثر كأثر ندبي. علاج الروكتان زي ما قلنا احنا ثورة، لكن في له مشاكل ومشاكله كثيرة، وما في دواء في العالم ما له مشاكل. الأهم والأهم، علاج الروكتان لازم يأخذ تحت إشراف طبيب جلدية. ما يصلح إن واحد يأخذ ضروري. صحيح، ما يصلح حتى يأخذ. الجرعة هي يحددها له. صحيح، وش اللي يحتاج وما يحتاج. صحيح. نعم. يعني أنت هل هناك نصائح توجهها؟ طيب لما نتكلم عن الروكتان بشكل عام أو بالعيادة اللي أنا أقولها لمرضاي، هذا الدواء مشتق من فيتامين ألف، معناته ما نأخذ فيتامين ألف. أي شيء في فيتامين ألف؟ مو أي شيء. فيتامين ألف مصدر خارجي يكون يحتوي فيتامين ألف بكميات عالية. واحد، اثنين، الدواء راح يسوي جفاف، جفاف في الجسم، في الشفايف، في العيون، في الأغشية المخاطية كالأنف. فالترطيب مهم، الترطيب وليس شرب الماء. لازم نعوض بالترطيب، الترطيب الشديد، قطرات العيون، فازلين في الأنف، مرطب للشفايف بشكل دائم. غير الجفاف، الحمل ممنوع نهائيا. نعم. لأنه راح يسوي تشوه في الأجنة. فلازم المريضة اللي تبي تاخذ دواء روكتان نسوي لها تحاليل حمل ونتأكد من حامل، ونبدأها على نوعين من مضاد الحمل أو مانعات الحمل. نعم. لازم نوعين، ونوقعها تعهد أنها عندها علم والحمل ممنوع. طيب دكتور، متى، بما أنه عندنا على الحمل، متى تأخذ الروكتان؟ طيب، في معلومة خاطئة في بعضهم. نعم تفضل. في معلومة خاطئة أنه كثيرين يقولون سنة أو ستة شهور، هذا غير صحيح. من آخر حبة تأخذها المريضة بعد شهر واحد من آخر كانت حبة تحمل. لما تأخذ الحبة اليوم بعدها بشهر إن شاء الله بإذن الله أنه آمن الحمل. نعم. طيب دكتور، أيضا في حول الروكتان كثير يجون في العيادة، هل أقدر أسوي ليزر وأنا أخذ الروكتان؟ طبعاً، هذه أحد لست النصائح اللي أقولها لمرضاي. هي طويلة جداً، وضروري كل مريض يأخذ الروكتان يعرفها من الألف إلى الياء. لو نذكرها بشكل سريع، تساقط الشعر وارد ومؤقت. الليزر مسموح، ما في أي مشكلة تسوي ليزر إزالة شعر، لكن أنواع الليزر الأخرى ممنوعة. مثل التقشير هو هذا ممنوع. نعم ممنوع. العمليات الجراحية ممنوعة، منها وضع الزمام أو وضع الحلق فتحة في الأذن ممنوع، لأنها تؤدي إلى أثار جانبية. طيب مرضى السكر هل يسمح لهم بأخذ الروكتان؟ طيب هذا
سؤال محير شوي، لكن الروكتان نعم يأثر على مرض نعم السكر. يأثر. نعم يزيد، وكذلك الحبوب حبوب السكر يقلل من فعاليتها. طيب دكتور بناخذ اتصال مع الأخت أفنان. ألو. مرحبا، حياك الله أختي. دكتور. تفضل الدكتور معي. دكتور أسأل يعني علاج الحساسية في الأعضاء التناسلية، يعني مش أسبابها ومش علاجها. طيب راح تسمعين رد الدكتور إن شاء الله. دكتور طيب. علاج حساسية في الأعضاء التناسلية أسبابها وعلاجها زي ما قلنا. لازم تشخص. نعم زي ما قلنا لما نتكلم حساسية الأعضاء التناسلية إيش معنى حساسية؟ الحساسية هذه كلمة عامة، ممكن تكون حساسية تلامسية، حساسية بسبب الاحتكاك، حساسية بسبب أدوية، حساسية بسبب مواد موضوعة. فالعلاج يفرق ويختلف حسب النوع. فأنا أعتذر صراحة ما نقدر إحنا نشخص بدون ما نفحص المريض. صحيح. طيب دكتور وأنت مثلا شخص ماشي في كورس الروكتان، هل يقدر يأخذ أدوية أخرى؟ طبعا الأدوية ما يسمح أن يأخذ أي أدوية أخرى إلا باستشارة الطبيب أو صيدلي. مثلا مضادات الحيوية في بعض منها تؤدي لتفاعل مع الروكتان، فإحنا دائما نقول للمريض لا تأخذ أي أدوية أخرى. طيب دكتور نريحك تشرب ماء شوي وبناخذ فقرة فيتامين أو عفوا تاريخ مرض. مرض الأريتيكاريا هي طفح جلدي ذي حكة يترافق مع وجود حبوب ونتوءات تصيب أي مكان في الجسم، وهذه النتوءات تظهر وتختفي خلال ساعات، وقد يلاحظ أيضا تورم الشفاه والأجفان. أسباب حصول الأريتيكاريا: تسبب الأدوية مثل البنسلين طفحا جلديا حادا في الأشخاص الذين يعانون من حساسة تجاهه، ولا بد من التوقف عند تناول الدواء مرة ثانية. بعض مسكنات الآلام والأدوية المتاحة دون وصفة والخاصة بمعالجة الإنفلونزا والبرد، وقد تسبب الأريتيكاريا أو جعلها تتفاقم. هناك بعض الأطعمة التي تسبب الأريتيكاريا مثل أسماك القرشيات والفراولة والجوز. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى، دكتورنا الكريم النقاط البيضاء على الأظافر، الكثير يقول أنها نقص في فيتامينات الجسم. صحيح، الكثير يقول، وحنا كنا نعتقد وكنا أطفال كانت أمهاتنا يعطيهم العافية طولة العمر كانوا يقولون مجرد وجود نقطة بيضة في الظفر معناته أنك ما أنت تأكل زين أو نقص فيتامين. المشكلة راح يزعلون علينا الحين. ما لها دخل، ما لها علاقة في نقص الفيتامين أو في الغذاء. النقاط البيضة في الأظافر خاصة إذا كانت متوزعة بشكل عشوائي عادة تكون بسبب ضربة لمصنع الظفر أو قاعدة الظفر، أو يكون الطفل يعض ظفره، فهذه معلومة خاطئة ما لها دخل في ما لها دخل. طيب دكتور من المفاهيم الخاطئة أيضا علاج الثعلبة بالثوم. هذه مشكلة كبيرة وشائعة جدا، حتى لما نكون في المجالس كثير ينصحون فيها شيء. خذ لك ثوم ومشي مشي أمورك. هذا خطأ، خطأ شائع. هو صحيح أنها تعالج، هي تعالج بسبب أن الثوم حار أصلا، حار، ولما نفرك على منطقة الثعلبة يسوي تحسس، لما نزيد الفرق يسوي تحسس بشكل مفرط راح يصير ندبة. عشان كذا احنا ما ننصح الندبة لما تكون موجودة صعب علاجها. طيب بما أنه على موضوع الثعلبة، الكثير يقول أنه غير مؤذي. صحيح، كثير يقول الثعلبة غير مؤذية، هي غير مؤذية صحيح. نعم، بس لأنه لا حد يتنبأ بوقت سقوط الشعر أو الثعلبة من اسمها، تمام، احنا ناخذها من اسمها، هي تساقط شعر موضعي في الرأس أو في الدقن أو في الشنب أو في الحواجب، هي أنواع كثيرة. بالنسبة للتنبؤ فيها ما حد يقدر يتنبأ حتى مع العلاج. لما يكون مريض على علاج دائما نقول للمريض احنا نعالج لك المنطقة اللي فيها تساقط الشعر، لكن العلاج ما يمنع ظهور منطقة جديدة. فالمريض لازم ما يزعل لما يكون الدكتور يعالجه عشان الثعلبة، سواء علاج موضعي أو عن طريق الحقن أو عن طريق الفم وظهر شيء جديد. هذا شيء طبيعي،
أن ما في أحد من الأطباء مستحيل أحد من الأطباء يقدر يتنبأ بمستقبل الثعلبة، ما عدا بعض العلامات. بعض العلامات في الثعلبة احنا نعرفها كطبة جدية تعطينا منظورة للثعلبة، هل هي ثعلبة كويسة ولا ما هي كويسة. ما هي طيب. كويسة معناته انه صعب علاجها. طيب دكتور يقول لها علاقة بالحالة النفسية، تفكير مثلا واحد شايل هم شيء. لا غير صحيح. طيب دكتور بنرجع للمفاهيم الخاطئة، الليزر إزالة الشعر قد يؤدي إلى تغيرات غير حميدة بالجلد. زي ما جاوبنا أخيك هذا غير صحيح. نعم، إزالة الشعر بالموس يزيد من كثافته ويقوي الشعر ويطوله. هذه منتشرة كثير. حلاقة الشعر، قص أطراف الشعر، تكثف الشعر، تطول الشعر، تزيد، وهذه معلومة خاطئة جدا. طيب دكتور أيضا نتف الشعر الأبيض يزيد تكاثرة. غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح أبدا. كل شعر مستقل عن الثاني. ليش نقول غير صحيح؟ يعني بيقولون كثير هذا كلام خاطئ. أنه أنا نتفت شعري الأبيض وطلع شعر كثير. الشعرة بطبيعتها مستقلة تماما عن الشعر المجاور لها. ما لها دخل في الثاني. أبدا نهائيا. فلما تشيل شعرة شعرة بيضاء هي أصلا معزولة طيب. عن الثاني فما لها ما. طيب بينطبق عليها صبغة الشعر. صبغة الشعر الأبيض يقول إذا كان شعرك بس في شيب لا تصبغ علشان ما ينتشر. لا مو صحيح، أصلا علاج الوحيد الحين للشيب هو صبغ بالإضافة الإلكترولايز. يعني تنصحني بأني أصبغ؟ لازم تصبغ. طيب إذا كان عاجبك ما مشكلة. طيب دكتور إزالة حبوب الخال جراحيا أو بالليزر يساعد في تحولها لخلايا سرطانية. تمام. حبوب الخال في بعض الناس يأخذونها كشكل جمالي تضيف لهم كجمال، وممكن تكون هي أحد علامات الجمال. في بعض الناس يحطون رسم كحبة خال في الوجه. لما تقول مريض بشيلها التاتو مثلا دكتور النقش سواء التاتو أو في الكحل رسم حبة الخال. إذا كان نقطة تروح كيف يعني؟ مثلا بالكحل إيه هذه تروح ما بالكحل يعني إحنا نقصد أنها هي هو بالخال ممكن تكون جماليا، بس بعض الناس موجود أكثر من واحد عنده فشوها صورته. نعم. فاحنا دائما نقول المرضى خلنا نشيل لك اياها او يفتك قول له انا خاف اشيلها لانه ممكن تتحول سرطان. نعم. هذا غير صحيح. نعم. نهائيا غير صحيح. طيب بالنسبه لاستخدامات الحمامات المغربيه واستخدام الليفه بفرك الجلد للتخلص من طبقات الجلد الميته، هذه راح كثير منتشره دكتور. صحيح. يقول لك ازاله طبقات الجلد، والمشكله يا دكتور انه تطلع فعلا في شيء يطلع لما تجي في الحمامات المغربيه يطلع يقول لك هذا جلد ميت. هذا جلد ميت أو هذا وسخ من جلدك. ما تدري من وين طلع. صحيح. هذا وين مكان أروح فيه لازم يسألوني هذا السؤال. ليش تنصح بعدنا باستخدام الحمامات المغربية؟ إحنا ما نحرم استخدام الحمامات المغربية. إحنا نحاول نقلل منها بقدر الإمكان. لما نسوي حمام مغربي، فكرة الحمام المغربي يعتمد على الفرك. تمام؟ سواء حمام مغربي أو غيره، لما نفرك الجلد بشكل قوي كاستخدام ليفا. احنا نشيل طبقة الجلد السطحية وهي الطبقة العازلة وتمسك الموية وترطب الجلد. فاحنا لما نشيلها احنا نسوي شيئين، اول شيء نزيد خسارة الجلد للموية، الشيء الثاني نحفز الجلد ان يسوي تصبغات الاميلويد. لما يحدث تصبغ الاميلويد هذا تصبغ علاجه جدا صعب، جدا صعب، يقرب الى المستحيل. عشان كذا احنا نمنع او ننصح بعدم. طيب دكتور دائما الاعتقاد بأن العلاج بالكورتيزون ضرره أكثر من فائدة، صحيح ولا لا؟ صح. وهذا كثير من المرضى لما أقول ببدأك علاج لما مجرد أن أقول اسم كورتيزون ينط يقول لا 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 وقف ما أبغى كورتيزون. ليش؟ ليش ما تبي كورتيزون؟ يقول كله مشاكل. غير صحيح. المشاكل تأتي بالكورتيزون لما طبيب غير مرخص، طبيب غير جلدية يعطيك إياه. نعم. أو أنك تستخدمه بشكل خاطئ. الكورتيزون سواء موضعي أو عن طريق الفم فوائده عادة فوائده أكثر من مضاره. هو صحيح له مضار جانبية، ما في علاج من المضار جانبية صحيح، لكن فائدته دائما أكثر من ضرره إذا استخدم عن طريق طبيب جلدية. طيب دكتور يوجد فازلين طبي وغير طبي، هل هذا صحيح؟ هذا كثير من المرضى يجوني لما أقول استخدم فازلين يقول أعطني فازلين الطبي. هو واحد الفازلين ما في طبي وغير طبي. وكذلك لما يقولوا ما في فرق في فازلين طبي في فازلين غير طبي يقول لا الفازلين اللي من المستشفى ما يسوي لي حساسية، الفازلين اللي برا يسوي تحسس،
هذا غلط، مستحيل. نعم. مستحيل. أنا مستعد أتحدى أي أحد يقول أنه عندي تحسس من الفازلين. دكتور، من ضمن فقرات البرنامج هي فقرة أصدقاء البرنامج، هذه مخصصة لإخواننا المرضى عموما، بس احنا دائما نختار من تويتر 3 يوزرات عن مرضى السرطان، نبغى نشوفها مع بعض وبعدين ناخذ تعليق. تفضل أستاذ فيصل. من ضمن أصدقائنا لهذه الحلقة اخترنا 3 أسماء، وإن شاء الله في كل حلقة راح نأخذ المزيد، بس بنشوف اليوزر الأول اللي طلع، الأخ عزوز. عزوز مريض بالسرطان، يقول مريض بالسرطان على الكلية مع استئصال الكلية، لو مريته من هنا ادعوا لي بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين. أعزائنا الكرام، ليس عليكم إلا إضافة عزوز والدعاء له، مو محتاج إلا دعائكم، بإذن الله توافق أحد الدعوات وإن شاء الله يشفى بإذن الله. الأخت أيضا، نشوف الأخت القادمة، الأخت ريم الزويد، طفلة مصابة بسرطان الفقرات، وتقدم شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تكفله بعلاجها من متحديات ومحاربة وسفيرة محاربي السرطان، دعواتكم لها كذلك أيضا نطلب منكم إضافتها والدعاء لها. أيضا معنا من ضمن أصدقاء الفقرة الأخت سوما، محاربة سرطان الدم، مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم، ضيفوها وادعوا لها. دكتور الكريم، ايش رأيك في هالفقرة؟ صراحة فقرة تشكرون عليها، احنا الواجب علينا الدعاء لجميع المرضى واخواننا المريضين، ان الله يشفيهم ان شاء الله ويكون اجر لهم وافي باذن الله. الله يجزاك. وايضا دكتور، من ضمن الفقرات اللي نسويها بعد ما ناخذ صور الحسابات لمرضى السرطان، ناخذ مكالمة تفاؤلية من احد المتعافين من مرض السرطان، وراح ناخذ المكالمة مع الاخت روابي، فتاة في الـ20 متعافية من سرطان الدم اللوكيميا، ولازلت مستمرة على مواعيد، أطمح أن أوصل رسالتي لمرضى السرطان، دعواتكم لها بالشفاء وأن يتم عليها بالشفاء. أهلا وسهلا أخت روابي. أهلا فيك سيفان. حياك الله أخت روابي. الله يحييك. من وين أنت أخت روابي؟ من محافظة تثليث. من تثليث، والنعم والله. عليك السلام. العمر 20، متى جاك المرض يا أخت روابي؟ جاني عمري 11 سنة. وين جاك المرض؟ في الدم. الدم والكيمياء. وكم استمرت فترة العلاج؟ استمرت 3 سنوات ونص. طيب وين عالجتي فيه؟ تعالجت في مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال. وينها فيه؟ في الرياض. بالرياض. طيب هل فيها أسباب للشفاء بعد الله سبحانه وتعالى أنت سويتيها غير العلاج والحمد لله؟ أول شيء ثقة بالنفس أنك تحارب المرض، يعني ما تخلي المرض يوقف طريقك. نعم. وما تخلي، يعني تشوف اليوم الغد ابتسامة، تحارب أي مرض، تحارب المرض بكل، يعني بكل ما تقدر عليه، لا تخلي يهزمك. نعم. علشان بيتغلب عليك وخلاص، يعني ما تستفيد حاجة. الله لازم تحاربه، وأول شيء الرقية الشرعية والاستغفار. نعم. طيب أخت روابي، في أحد وقف معك أكيد، صديقات، الوالدين، حابة تشكرين أحد ساهم معك في أثناء مرضك؟ أيوة، حابة أشكر أمي الله يطول بعمرها. الله يخليها لك يا رب. آمين. حابة أشكر أخوي الله يرحمه ويغفر له ويكتب أجره. اللهم آمين. والدكتور عاصم كان مسؤول عن حالتي. الله يجزا خير دكتور. واختي وفاء عضوة في جمعية سنة. ما شاء الله تبارك الله. طيب نبغى ناخذ منك رسالتك لمرضى السرطان اللي انت حتى معلنة عنها في حسابك. حابة اقول لهم لا يخلون المرض يميتهم، وانتم على قيد الحياة، بل اصنعوا من الالم امل للبائسين ونجاحا عظيما يثمر الساخرين، لانهم قدها. الله يعطيك العافية.
شكرا لك والله يتم بشفائك، شاكرين لك مداخلتك دكتور، مكالمة تفاعلية. نعم الله يشفيها إن شاء الله ويكتب لها أجر والعافية، وإن شاء الله تكون قدوة وطريق أمل لأخواننا المرضى بالسرطان. الله يعطيك العافية دكتور. بعد العشم قبل لا يداها من الوقت، إزالة الطبقة الجلدية اللي في قاعدة الظفر دائما يشيلونها عند المديكير، هذا في المديكير والمناكير يسوونها كثير، وإزالة الطبقة أساسا أنها طبقة غير مفيدة وهي طبقة ميتة، وهذا غير صحيح، هي طبقة موجودة أصلا عشان حماية قاعدة الجلد ومصنع الظفر، فلما يزيلونها تصير زي المكان يسهل دخول البكتيريا والفطريات، دخول البكتيريا والفطريات في هذه المنطقة تؤدي إلى التهاب في المنطقة، والتهاب في المنطقة هذه يكون جدا مؤلم، قد يحتاج عملية جراحية مضادات عن طريق الفم، وقد تؤدي أو قد تؤثر على نمو الظفر. أيضا دكتور دائما أحب الشباب هذا طالع لك من أكل شيء حار، شوكولا، شغلات صحيح. هذا عادة الأمهات في العيادة، وخاصة لما تكون معها بنتها وشكلها مزعجتها بكثر الشوكولاتة تقول دكتور هذا بسبب الشوكولاتة، هذا غير صحيح، الحب الشباب ما له دخل في الشوكولاتة، ما له دخل أبد ولا في أكل ولا في الأكل يعني. يطلع عادة الأكل بشكل عام كثير هذا نلاحظه في العيادة الجلدية، عادة ارتباط أي مشكلة عند المريض بالأكل، وغالبا تقريبا 90 إلى 99% الطعام بريء. نعم. فالواحد ما يحرم نفسه من أكل معين إلا فعلا إذا أكل هذا الأكل معين وصار له مشكلة بشكل متكرر، ولا غالبا الطعام بريء. فلا تحرمون نفسكم من أكل معين، لا تحرمون نفسكم وأولادكم. والله كذا تنفع أطباء جراحة السمنة يا دكتور. إن شاء الله يستفيدون. طيب دكتور، في ثورة كبيرة دائما يمكن يمرون عليك في العيادة، أبغى إبرة نظارة، إبرة تفتيح للبشرة اللي هي بالضبط الجلوتاثيون. طيب. ودي أنك تتكلم للمشاهدين لأنه الوقت بعد يداهمنا بشكل يستفيدون منه. صحيح. في معلومة كده. هو لما نتكلم عن إبر النظارة زي ما قلت، إبر النظارة هذا مسمى عام. طيب. وفي لها أنواع متعددة. بس لما نتكلم عن الجلوتاثيون بشكل عام، ويستخدم مو النظارة، يستخدم تفتيح البشرة. هو شيء منتشر. الحين تقريبا كل عيادة لازم يجيني أحد يقول أبغى جلوتاثيون، أبغى أفتح البشرة. نتكلم عن الجلوتاثيون. الجلوتاثيون هو مضاد الأكسدة، موجود في الجسم الإنسان، موجود في الجسم الإنسان، يفرز عن طريق الكبد. ينعطى مع مرضى السرطان وبعض مرضى الأعصاب. وجدوا لما ينعطى عن طريق وريد، المرضى هذول يتفتح لونهم، فبدأت الدراسات عليه أنه يستخدم كمفتح للبشرة، وهو ضرر، هو أحد أضراره الجانبية. هو لسه ما عليه دراسات كبيرة. الجلوتاثيون موجود منه تقريبا نوعين، حبوب وإبر عن طريق وريد. الإبر فعالة لكن لها مشاكل كثيرة، فعالة لكن لها مشاكل كثيرة. الحبوب أقل فعالية وأقل مشاكل. هل هي تفتح ولا ما تفتح؟ في ناس استجابوا وجاءهم تفتيح البشرة، وفي ناس نهائيا ما استجابوا أبدا. فلما يسألوني الدكتور نبغى الأبر هذه أو نبغى الحبوب هذه، أنا أشرح لهم إياها في البداية بشكل عام زي ما شرحناها قبل شوي، وأسألهم سؤال واحد: هل أنت مستعد أنك تخاطر في حياتك مجرد عشان تفتح لونك طبقات؟ في سنة كيف أخاطر في حياتي؟ أقول تخاطر في حياتك لأنه فيها مشاكل. أولا زي الإبر الجلوتاثيون في لها مشاكل، مثلا تحسس في الجلد مفرط قد يؤدي للوفاة لا سمح الله، أمراض في الكلى، وأمراض في الغدة الدرقية. وأغلب الدكاترة ما يستخدمون الإبر، يستخدمون الحبوب، لكن لسه أمانها مو مدروس، أمانها لسه مو مدروس. فأقول أنت قاعد تاخذ حبوب عشان تفتح لونك وتعرض نفسك للخطر، وفي النهايه ايش؟ انك لو تركت الحبوب راح يرجع لونك زي ما هو كان، لانه شيء جيني موجود في الجينات. فلما نحسبها في الجهتين دائما الان انصح مرضاي انهم يستخدمونها الين ما تطلع دراسات مستقبليه تثبت امانها وفعاليتها. طيب دكتور، البلازما بدنا ناخذ بعد بما انه في عندنا 3 دقائق، هل تعتبر امنه؟ أغلب أسئلتك لي كلها في الثورات الجلدية. إيه عشان نحاول نغطي دكتور. البلازما هو مو شيء جديد، هو شيء قديم موجود. تمام، شيء قديم موجود، كان يستخدم أول في حقن الركب والإصابات، حقن الجروح. الفترة الأخيرة صار يستخدمونه في الجلدية شيئين، في نظارة البشرة
تجديد البشرة في تساقط الشعر خاصة الوراثي. من ناحية الفعالية هي فعالة، في لها نتائج وفي لها دراسات. مكونات الدم الخلايا الجذعية. إيه لأنه هي إيش؟ البلازما. البلازما هي من دم الإنسان. إحنا نأخذ دم الإنسان ونحطه في جهاز معين بحيث إنه يفصلنا البلازما عن كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء. البلازما هذه الموجودة فوق غنية في الجروث فاكتور اللي هي من النشطات للخلايا الجذعية. لما نحقنها في البشرة وفي الهالات وفي الشعر تساعد في تجديد البشرة والنمو. من ناحية أمانها هو طبعاً آمنة. ليش آمنة؟ لأنه مأخوذة من الشخص نفسه. فما نفكر في مشاكلها زي الفيلر أو الحقن التعبئة أو الإبرة الأخرى، لأن هي موجودة من شخص الإنسان. نعم دكتور. طيب دكتور، طريقة الحقن. طيب الحقن في لها طريقتين، إما نحقنها في الجلد نفسه أو عن طريق استخدام الديرما رولر أو المايكرونيدل الإبر، نعمل حفر صغيرة في البشرة وتوضع عليها. الطريقة تختلف من دكتور لدكتور آخر، كذلك المشاكل تختلف من دكتور لدكتور. هي آمنة بشكل عام زي ما قلت، لكن في بعض الدكاترة يده شوية ثقيلة ممكن تسوي آثار. طيب دكتور، بما أنه على وشك، بس في سؤال هنا لفت نظري شوي ما تطرقنا له. أفضل كريم يعالج أثار الحروق بعد الليزر، كم يستخدم الكريم؟ طيب لما نتكلم عن الحروق، الحروق درجات. أساسا الحروق بشكل عام نتكلم عن حرق، الحرق تبع تخصص الجراحة التجميلية مو تخصص لا التجميلية. حروق اللي بعد الليزر. طيب فحروق بعد الليزر ممكن يقصد أثار كأثار تصبغات أو احمرار. لما يكون في البداية ممكن استخدام كريم كورتيزون موضعي، تمام، كبداية كاحمرار في المنطقة. لكن إذا بقى الأثر ممكن يستخدم له كريمات مفتحة. بس الأفضل راجع الطبيب الجلدية، الفحص، بعدين التشخيص، بعدين بدأ العلاج. طيب دكتور، زي ما وعدتنا أنه راح ترجع للهاشتاج إن شاء الله، ولا بيزعلوا منا، والله في أسئلة كثير ما قدرنا نسأل إن شاء الله. دكتور، كلمة ختامية بما أنه وصلنا إلى نهاية البرنامج. طيب أحب أعطي نصائح صغيرة للمجتمع وأشوفها جدا مهمة. أول نصيحة، لما تروح أخي المريض أو أختي المريضة للطبيب الجلدية، لا تختبر طبيبك. أنت ما أنت في مكان تختبر الطبيب، أنت محتاج مساعدة الطبيب. علمه جميع المعلومات اللي تخصك، مو تقول له أنا ما أخذ علاج وأنت فعلا تأخذ علاج، أو عندك مشاكل صحية أخرى هو رايح لطبيب ثاني وما أخذ منها أدوية وجاي بس يجرب عند الثاني، أو يجرب عند الثاني. نعم. عشان يختبره شوف رأيه، هل هو يعرف ولا ما يعرف، هل تطابق ولا لا، اي عشان نشوف هل هو طبيب كويس مو كويس. وهذا خطا، هذا يضر بالمريض نفسه، اللي ممكن اعطيك علاجات اخرى تتعارض. اذا كنت رحت مريض ثاني طبيب ثاني واعطاك تشخيص، ما في مشكله انك تعلم طبيبك، انت تساعده لمصلحتك الشخصيه. هذا واحد. اثنين، ترطيب البشره. ترطيب البشره واستخدام الفازلين. كثير مرضى يقول ما يفيد الفازلين. ليش؟ اقول ليش ما يفيدك؟ يقول حطه ما يفيد وحسه ثقيل. لما سألت هل أنت حطيت الترطيب على جلد رطب؟ يقول لا. فلما نستخدم الفازلين لازم يكون الجلد رطب أول. الله يعطيك العافية. توصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الليل. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة. كان ضيفنا لهذه الليلة الدكتور عبد الرحمن الجمل، استشاري جراحة الجلد والعلاج بالليزر. تصبحون على خير. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسلمك. حاولت إني